السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله اكون حضراتكم بخير وكويسين. اتقابلنا تاني في ريفيو اوف دنتال ليتريتشر ذا كلينيكال كي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم هاو تو سيلكت البروبر شيد والبروبر كلر والترانسلوسنسي وافكتس ريليتد للانتيريور استاتكس او ميك اوفر كيسز. كتير يا جماعه بالنسبه لحالات السمال ميك اوفرز او حالات الاستاتيك ريهابيليتيشن، كتير من البيشنتس بيختاروا ديفرنت شيدز، بيختاروا ديفرنت ديجري اوف تكتشر، اوتلاينز مختلفه، ترانسلوسنسي مختلفه. فاحنا محتاجين نعرف بدايه ان الاستاتيك ميك اوفر او الاستاتيك ريهابيليتيشن هي عباره عن سبجكتيف ماترز، كلها بتختلف من شخص لاخر، بتختلف من كلتشر لاخر، بتختلف من لآخر. بمعنى احنا اللي يهمنا تماما ان احنا في حالات الاستاتيك ميك اوفرز، سواء بنعمل دايركت ريستريشنز او اندايركت، بنعمل سام سورت اوف انتيريور بورشل او فول كفرج ريستريشن، ان احنا نختار 3 بارتس من الاستاتكس، 3 بارتس من الشيد والتكتشر والافكتس او الترانسلوسنس. بمعنى ان احنا محتاجين فيرست فيزيت، ان احنا في ديورنج الدايجنوزس والكيس سيلكشن والتريتمنت بلاننج مع الكيس، ان احنا نبتدي نختار الشيد او نختار الكلر ان البيشنت محتاجه. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ده بيبقى سبجكتيف، بيختلف من بيشنت لاخر، ممكن ندلي ببعض ارائنا، لكن صراحه الموضوع بيختلف مينلي او بيعتمد مينلي على البيشنت اوبينيون. جول البيشنت ديفرنت ديجريز اوف ترانسلوسنسي، بحيث ان هو يحصل سام سورت اوف سيميليشن او فيزيكال سيميليشن للافكتس او ترانسلوسنسي مختلفه. بنجول البيشنت ديفرنت مودلز من سنان معموله بديفرنت كاركترايزيشن او تكتشر وذ اند وذاوت، بحيث ان هو برده يسيميليت الموجود او النيتشر. نعرض لحضراتكم ديفرنت فورم وديفرنت من teeth فيها translucency without، فيها different form of characterization و texture and without، بحيث ان احنا نقدر نوصل لـ simulation للـ ideal satisfactory result. متشكر لحضراتكم جدا، واشوف حضراتكم في more reviews of dental literature the clinical key.